دي بتعمل ايه هنا؟ يا اخي ايه الدخله دي؟ انت اشتغلت في المباحث ولا ايه؟ بقول لك بتعملي ايه هنا؟ ما بعملش حاجه، هكون بعمل ايه يعني؟ وانتوا بقى اتلميتوا اللمه الحلوه دي، مش طالكم ضحك عليكم وساكم انكم تاذوا حد يخص سيف الخديوي، صح؟ وانت فكره اني مش هعرف، وفكره ان المره دي هتحميكي او العيل الخاب اللي اسمه ربعه الذهبي. لا 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 لا، حاسب لكم لسانك يا سيف يا ابو حريم يا خضر، احنا على قديمه يا عم. على الله حكايتك. خلاص يا خديوي صلي على النبي. يا جدعان اللي بينكم مش قليل. ايه ده يا كوتش؟ اوعى 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 اوعى. اللي بينا بقى دم يا رفعت يا دهبي. الحسبة اختلفت ولا زمن الكلام؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.